نادين نسيب جيم في أقوى رد على متابعة انتقدت نشرها صوراً مع خطيبها من المالديف. حياة الناس ليست لعبة. وجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب جيم لجمهورها ومتابعيها على حسابها عبر إنستغرام رسالة توعية نظراً لبعض الانتقادات التي يتعرض لها الفرد سواء كان مشهوراً أو غير مشهور، وكذلك التنمر والهجوم غير المبرر والذي يتبعه الكثير من التعليقات السلبية. وفي التفاصيل، نشرت نادين على حسابها عبر إنستغرام صورة لها أرفقتها برسالة مطولة قالت فيها: حابة أحكي بها الموضوع، كوني من الأشخاص يلي قطعوا بهيك تجربة، وبعدني لليوم بتعرض لهيك حملات، وحبيت أكتب رأيي ببساطة. مسيطرة، همشك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع. وتابعت: الأخبار المزيفة هي وجه آخر للدعاية أو ما يسمى ببروباغاندا. البعض يعتقد أن الدعاية السيئة هي دعاية جيدة. خطأ. مضيفة: هل سألتم أنفسكم مدى تأثير تلك الأخبار المزيفة على أصحابها؟ هل سألتم أنفسكم أن من نتكلم عنهم هم أشخاص حقيقيين؟ لهم أحاسيسهم، حياتهم، عائلاتهم، مستقبلهم، رزقهم، صورتهم، كرامتهم؟ هل سألتم أنفسكم أنه قد تدور بنا الأيام ونصبح نحن من نهاجم دون معطيات ونتهم دون أدلة فنحصد إعجاب الأغبياء؟ هل تمهلت قبل أن تتبنى ذلك الخبر وتنشره؟ وختمت نادين رسالتها بالقول: حان الوقت لنشر التوعية، حان الوقت أن نحد ونمنع تلك الأخبار المزيفة، أن لا نؤذي وندمر حياة الآخرين، لأن حياة الناس ليست لعبة بأيدينا ولا نملكها. حان الوقت أن نتوقف عن تحفيز الأخبار الكاذبة مالياً ومعنوياً. لا تدين كي لا تدان. عدل العشرة. كلام نادين لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، حيث انهالت التعليقات التي أثنت على ما قالته، إلا أن أحدهم علق قائلاً: كل اللي كتبتيه صح ومعك حق 100%، ولكن هل فكرتي قبل ما تنشري صورك الخاصة على السوشيال ميديا، وخاصة إنك بتعرفي ردات فعل العالم ومجربتيها من قبل؟ برأيي الشخصي إنه حياتك الخاصة خليها إلك، وحياتك الفنية خليها للنشر، هيك بتقللي من كمية الهجوم عليك. من هنا ردت نادين مؤكدة أنها غير نادمة على نشر صورها، إذ قالت: لا بالعكس، أنا ما عندي مشكلة بالصور ومقتنعة فيهم، نحن بنحكي عن غير موضوع، عن الأخبار المزيفة، النقد كلنا نتعرض لإله، لكن الشتم والذم وتلفيق الأخبار الملغومة خطر على كل حدا منا.